هم فين؟ رايح اجيبها لك دلوقتي. جيبها منين؟ من مكان بعيد. اياك تكون فاكر ان امك في البلد هنا؟ لا، انا عديت عليك بس عشان قلت لك اني ارجعها لك الليله دي، وانا مسافر دلوقتي على الطريق، وبكره امك هتبقى عندك. هركب معاك العربيه دلوقتي ونروح نجيبها. لا، اروح لوحدي عشان انا مخبيها في مكان بعيد، مش عايز حد يعرفه عشان في حاجات تانية. مكان سري كيف ارض الافيون بتاعتك. مسافة السكة اروح وارجع، وكيف ما قلت لك امك هتبقى عندك بكرة، وانا عندي كلامي وانت عارف. ماشي عساف، همشي وراك واستناها ترجع بكرة، بس خليك عارف ان دي اخرتك معايا، وبعد كده رب العالم. انت دلوقت بتهددني لو ما جبتهاش هتقتلني، وقبل كده بتهددني لو جبتها برضك هتقتلني. طب ما بلاها مشاوير ومليون ساعة سواقة ووجع ظهر، واقتلني دلوقت واخلص. حقك تتنطط على الشجر كيف القرود طول ما حشت في يدك وقتك. افرح وتكلم وقول اللي انت عاوزه، وهفضل ساكت وارجع واقول لك مستنيها ترجع بكرة. بس ورحمة أبويا لا خليك تندم على كل حاجة، أخليك تكره اليوم اللي طلعت فيه من السجن، وأخليك تحس إن أمانك راح يوم ما رجلك خطت برا باب زنزانتك. أنا مش هرد عليك دلوقتي وأمك معاي، أنا هرد عليك لما أمك تبقى في يدك، عشان ساعتها أنت اللي هتحس إن أمانك راح يوم ما رجلي خطت برا باب زنزانتي. عساف! أبوي صبر سنين على فقدان أمه، ما جتش دلوك على نص ساعة أخرها لك على مشوارك. راجل لراجل دلوك وقدامه، ولا أبوي ولا أخوي ولا أي حد هيتدخل، أنا وأنت وبس. وهعلمك يا عساف، لما تتكلم مع سيدك وفراني الغريب تتكلم كيف ولده واقف. إيه؟ خفت ولا إيه؟ آه، خفت لا يقول وضرب عيل صغير. أنت ما تيجي نجرب ونشوف الراجل صاد العيل. هضربك ومحدش حيوقف جنبك، لانك اتسحبت من لسانك اللي عايز قطعه وقلت محدش يتدخل وراجل لراجل. وانا قلت كلامي محدش يتدخل.